الاثنين. لا يا حماتي انت عارفه كمال فين، بس هو قال لك ما تقوليليش، وانا مش منقوله من هنا غير لما اعرف جوزي فين. انت بتكدبيني يا وفاء؟ عايزاني احلف عشان تصدقي؟ طب انا مش هحلف، بس لازم تعرفي ان كمال ابني وان انا بخاف عليه اكتر منك. ده احنا من امبارح بنطلبه في التليفون ما بيردش. ده مصيبه يا ماما، لا يكون طلع عليها بلطجيه ضربوه خدوا منه الشيك. لسانك. شيك ايه؟ عربون الارض. هو ما قالكيش؟ لا ما قاليش. ارض ايه؟ جوزك هيبقى يقولك يا بنتي. جوزي؟ هو فين جوزي؟ هو انا لقيه هيتلخبط. انا ما كنتش فاهمه، بس الظاهر بقى ان انتوا فاهمين. والله عيب تعملوا معايا كده، عيب. انا مش واحده من الشارع عشان تخبوا عليا. حرام يا ماما، وفاء لازم تعرف كل حاجه. وكمال اخويا بيعمل فيها كده ليه؟ ده فلوسه وماله لها فيه هي وبناتها. ماشي يا منير، انا داخله اصلي، قولي لها بقى كل اللي انت عايزه تقوليه. قولي يا منيرة، قولي. ازيك؟ ما ينفعش كده يا كمال، ده مكان شغل. طب ما انا جاي في شغل، انا فتحت حساب عندكم في البنك، جاي ودع الشيك ده في اسمي في حسابي. ده شيك ب 2 مليون و800. انا عارف. نوضع المبلغ ده في حساب حضرتك؟ اه في التشيكينج. حاضر. بقول لك ايه؟ عارف المكان اللي اتقابلنا فيه المره اللي فاتت؟ هستناكي اول ما تخلصي شغل. اول ما تخلصي شغل. اكيد يا فندم. استنيكي. هناك. هو انت ايه؟ ايه؟ مفيش تفكير خالص كده؟ خالص؟ ما بتميزيش بين اللي ممكن يتقال واللي ما ينفعش يتقال؟ يعني انا مش عايز اعرف وفاء اي حاجه عن موضوع الارض. بتتبرعي ليه؟ ها؟ بتتبرعي ليه وتقولي لها يا منيره؟ خلاص يا كمال، في خف عليها شويه. وبعدين برضو ما انت ما فكرتش قبل ما تتكلم. قلت لها هتجوز عليكي وهجيب لك وهسوي لك، طبيعي انها تسال على فكره. الموضوع مش سر يعني. شفت بقى؟ يعني انت اللي غلطان مش انا يا سي كمال. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا ماما حبيبتي بتبصيلي ليه انت كمان كده؟ بحاول افهمك يا ابني، بحاول افهم اخرتها ايه معاك. مش مصدقه ان انت لما يجيلك قرشين تتفرعن على ام بناتك وتروح تتجوز عليها اي واحده والسلام عشان تقهرها وتذلها. يا ماما اتفرعن ايه وذل ايه؟ بس اذلها ايه يا ماما؟ طب ايه رايك بقى ان انا كنت ناوي اخيرها وهديها اكتر من اللي تستحقه كمان، اكتر منه كمان. معلش ممكن سؤال بعد اذنك؟ اتفضل يا استاذ يوسف. هو انت في واحده في دماغك عاوز تتجوزها يعني، ولا انت عجبك فكره الجواز وخلاص؟ لا، اخوك ما يعملش كده. مفيش في حياته واحده ولا حاجه. ده هو تلاقيه قال لها الكلام ده عشان يذلها تقوم هي تتعدل تاني. كدها ويذلها تاني؟ مفيش تمييز يا منيره. لا في يا منيره. ايه رايك بقى فيه؟ فيه يا ماما.
لبنى فاكراها؟ لبنى؟ لبنى مين؟ مش دي اللي كانت زميلتك في الجامعة؟ لا يا ماما ما كانتش زميلتي، لبنى لبنى ما كانتش بس زميلتي يا ماما، لبنى اللي رحنا تقدمنا لها زمان يا ماما، وأهلها رفضوني وقتها. آه ست منيرة، إيه؟ بمناسبة البشاير والعلامات، لما قابل لبنى صدفة صدفة واعرف انها اتطلقت، وبعديها بكام يوم على طول الاقي موضوع ورث الارض ده هل علينا كلنا والفلوس والثروة دي. مش دي تبقى علامة من ربنا ولا رسالة بيقول لي ان انا ماشي في الطريق الصح؟ ده كده تبقى وفاء، دي فقرية صراحة. ايه اللي فقرية؟ ما تلمي كلامك انت كمان عيب. طب قول لنا والنبي بقى يا عم كمال، انت قلت لبنى على موضوع الفلوس ولا خبيت عليها زي ما خبيت على وفاء؟ شكلك قلت لها. يعني انت كده من اولها ومن جواك ما انتش ناوي تعدل بينهم. يعني دي لا اشاره ولا علامه، ده امتحان يا حبيبي وشكلك هتسقط فيه. اصبري بس يا ماما، استهدى بالله يا كمال يا اخويا، لا يجرى لك حاجه، استهدى بالله. اقولك تعالى معانا النهارده الحفله بتاعت اخوك يوسف، ده هيغنوا شوية أغاني، أنا حضرت البروفات بتاعتهم عجب. لا في حاجة مش مظبوطة، ما ينفعش أبقى جاي أقول إيه وأنت بتقوليني إيه يا منيرة. ارحميني يا منيرة شوية. إهدى يا كمال، إهدى يا ابني، بلاش قعدتك في اللوكندات وارجع لبيتك، ارجع لبناتك ومراتك، ما تسيبهمش لوحدهم. هرجع يا ماما، حاضر، هرتب بس هرتب شوية أمور كده مع لبنى الأول وهرجع إن شاء الله. ما تزعليش مني يا منيرة، أنت حبيبتي. اشرب يا نسوان كتير. خلي بالك من نفسك. كان نفسي أبقى معاكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا ماما. ماما شكلها ايه لبنى دي؟ هو انا فاكرة؟ افتكرتها، تكونش البت الطويلة ام ضب اللي كانت بتاخدك تأكلك وتقعدك على حجرة وكانت تاكل اكلك. يا ساتر دي كانت فظيعة، وكانت تاخد الكلام من هنا تحطه هنا وتاخد ده، ما اتنين كانوا هيقطعوا بعض. ايه مالك؟ في ايه؟ ماما أهل لبنى دولت ليه زمان رفضوا كمال أصلا؟ هو أصله كان لسه متخرج، كان بيشتغل بالقطعة حاجة ظهورات كده يعني، ما كانش يسافر الكويت وجاب قرشين وكون نفسه، كان طبيعي إن هم يرفضوه. هو كمان برضه؟ كمان برضه؟ لا كمان برضه بتاعتك أنت خلصت مع الست سلمى. إحنا عايزين ندي ميعاد لعمك حسن عشان نروح نخطب مروة. إن شاء الله يا ماما، إن شاء الله. أنا هدخل ألبس عشان ميعاد الحفلة، وانتوا كمان قوموا البسوا لو هتيجوا بجد. نعم، هي الحفله تبقى حفله من غيرنا؟ هتلبسي ايه يا ماما؟ وانا برضو اللي بختار لنفسي. انت يا حبيبتي طول عمرك بتفصلي وانا البس. تعالي بقى نقي انت اللي انت عايزه تلبسي.